أهلا بكم من جديد، أحييكم وأدعوكم لمتابعة هذه الحلقة الخاصة من فضاءات المكرسة لمتابعة فعاليات معرض أكسبو حلال الذي أقيم مؤخرا في إسطنبول والذي تضمن فعاليات مختلفة وإبداعات متنوعة. عزيزة أكرم من ليبيا، طبعاً إحنا براند، عندنا براند اسمه براند سندس، عندنا جزئية براند أو جزئية مصنع، يعني عندنا مصنع في بيرن باشا يصنع لجميع الدول العربية والأوروبية يعني للعالم. المصنع بتاعنا متخصص في الملابس النسائية، وإحنا شاركنا في المعرض بمنتجات براند سندس، يعني وبراند سندس هو متخصص في الحجاب والنقاب والعباية، الحجاب بصفة عامة. والله أنا الحقيقة الحاجة اللي شاركت بها ما شاركتش بحاجات تراثية، شاركت بالمنتجات اللي أنا نعرض فيها في براند سندس، اللي هي عباية، حجاب، أوشحة، نقاب، يعني منتجات براند سندس، يعني هذا هو اللي شاركت فيه بالمعرض. أنا والدي ليه أكثر من يعني 20 سنة في المشاريع، في يعني متخصص في موضوع المشاريع، فأقرب صديقة لوالدي، فكنت دائما حتى أنا نحب موضوع المشاريع ونحب أن أنا مثلا ندير مشاريع، فهذا الشيء يعني حسيت أن اكتسبته مهارة، يعني مش أن أنا مثلا تعلمته أو درسته. احنا في ليبيا يعتبر الحجاب شيء اساسي عندنا، يعني شيء اساسي او من الاساسيات او من التقاليد، سواء كان دينية او تقاليد لليبيا نفسها. فلبسنا العام هو عبارة على ان مثلا حجاب وشاح، في اللي يعني يلبسوا في لبس محجبات ولكن مش شرط انه يكون عباية، بس نحن بصفة عامة نلبسه في الحجاب. واللبس التقليدي في ليبيا يعتبر يعني لبس زي أي دولة تانية، عندهم لبس تقليدي مخصص يعني لدولة ليبيا، وموجود عندنا هنا في المعرض، موجود عندنا ثقافة مخصصة للتراث الليبي. اسمي أمينة عبيد من فلسطين، غزة بالتحديد. أنا قدمت من فلسطين من أكثر من 5 سنوات. الحمد لله بديت شغلي بشغلة بسيطة، هي عبارة عن عمل أشكال لأطفال، عمل زي توك هيك للبنات، وبعد هيك اتطور شغلي، استخدمت مواد تانية في الشغل، استخدمت مادة الريزن، دمجت ما بين الريزن والحرق على الخشب كنوع من التطور في الشغل. هذه مشاركتي الثانية بالنسبة لهذا المعرض، معرض إكسبو حلال، والحمد لله اشتركت في معارض دولية قبل هيك. أنا رشحت الأولى عن ممثلة الجالية العربية في معرض باندك في الأعمال الخشبية، وخدت يعني الحمد لله يعني وضع كويس، شغلي في يعني ما هو تقليد قد ما هو في فن، في إبداع، في ابتكار، وبلاقي أعجاب إن شاء الله الحمد لله كتير من الجمهور، يعني ومعظم الفئات ومعظم الجنسيات، يعني اتاخد شغلي خارج إسطنبول، طلع على أستراليا وطلع على كندا، بيجي لي من أوروبا، بيجي طلبات من الخارج، بس يعني إلى حد ما محدود، يعني إلى حد ما محدودة، بحكم إن أنا بمعظم شغلي بيكون من خلال البازارات، يعني موضوع إن أنا أفتح محل، إن أنا يعني أسوق شغلي عن طريق محل، هذا أمر مكلف بالنسبة لإلي، فاضطريت إن أنا يعني مش اضطريت يعني أنا
يعني ب يعني بس يعني بحب كثير المشاركة عن طريق البازارات الدولية اللي بتفتح لي سكك منافذ للبيع لإلي، والحمد لله يعني بتكون بتوصل الرسالة بأنك كفلسطيني في المهجر ما هو عالة كمرأة، ما أنا عالة بل بالعكس أنا بدل تحولت من مرأة عالة إلى مرأة معيلة. أنا بساعد جوزي الحمد لله، وفي نفس الوقت بأنقل المهنة، مش المهنة، الحرفة تبعتي بعلمها لأولادي بيساعدوني فيها، وبنصح كمرأة إنها ما تكون يعني ما تيأس. إن أنا في بداية شغلي فشلت لفترات ولكن طورت من شغلي والحمد لله استمريت، وفي النهاية الحمد لله نجحت. أنا بدأت شغلي بالحرق على الخشب، كان بشغل بسيط زي هيك الحرق على الخشب، حرق يدوي. تطور شغلي لأعمال الريزن ميداليات بالصورة هذه، تطور لدمج الريزن مع مادة مع الحرق نفسه الحمد لله، وهي التطريز الفلاحي الفلسطيني، وهي لوحات للتطريز الفلاحي برضو. هذا مساعدة أخوات فلسطينيات، هذا ليس شغلي ولكن مساعدة أخوات فلسطينيات. وكمان الحمد لله عملت دمج المعدن مع مادة الريزن كصورة لسلسال للأخوات اللي حابين هيك يستفيدوا ويبتدوا مشروعات، بنصحهم بذلك. والله يعطيكم العافية، هيك موفقين إن شاء الله. قول لما أبتي يعني هذه مثلا خريطة فلسطين انتقيت فيها العبارة، أنا بعتبرها هي العبارة الأساس، وهي سبب تكوين إسرائيل في فلسطين اللي هو وعد بلفور 2-11. فدخلتم أرضنا بوعد بلفور، وكما ذكر في القرآن الكريم إنهم سوف يخرجون بوعد الله. هذا مثال برضو لشغلي اللي هو إن أنا دمجت الحرق على مادة الريزن. وطبعا كيف تم إخراج اللوحة، أنا عضوة أصلا في جمعية المهجر للفنانين، وحبيت طبعا أنا كواحدة فلسطينية أوصل رسالتي يعني بصورة يعني مزدوجة كفن، وتوصل الرسالة إن الأرض هذه أرض مغتصبة وسوف ترجع بوعد الله لكل من هو عربي ومسلم. أني صهباء الدروبي، مصممة أزياء مختصة بمجال تصميم الأزياء. محترفة هاي المهنة من زمان، يعني دارستها واحترفتها يعني كعمل، وشاركت بمعرض حلال أكسبو 8 وحلال أكسبو 6، ودائما البزارات يعني المعارض الدولية اللي يصير أشارك فيها، أحب أقدم فد نبذة عن مهنتي وحرفتي، وأقدم فد نموذج اللي يمثل صناعتنا العراقية أو طرازنا العراقي. الملابس اللي أصممها كلها على مبدأ طراز بابلي أو سومري أو أكدي، بلمحة تحمل سمة العراق أو حتى الوطن العربي زي الفلسطيني أو المغربي، أو أحياناً تكون قطعة واحدة مختلط بيها كل هذا النموذج. وغالباً الزوار اللي دا يزورونا بالمعرض دا ينتبهون على الأشياء المميزة، ودا يميزون يعني البلدان اللي إحنا ننتمي إلها من خلال طراز عملنا. يعني حتى الزوار دا يجون يعني من دول أجنبية غربية دا ينتبهون على هذا الشيء. فطبعاً أني اشتغلت بهذا المجال لصالح شركات تصميم أزياء، ويعني ومستمرة. وكذلك يعني عملي الشخصي كمصممة. بالنسبة لتصميم الأزياء يمر بمراحل مثل أي صنعة أو أي حرفة. مرحلة أولى هي تكوين الفكرة، تحديد نوعية القماش، شكل القماش، شنو المؤهل أنه يكون. بعدين أصمم الموديل، أرسمه على ورق أو يعني على ديجيتال،
وبعدين أبدي ورا ما أحدد كل مواصفاته من كوزمتك كماليات المواصفات اللي يحملها الديزاين اللي يحمله يعني شرقي غربي كاجوال أي شيء يعني يكون وراها أبلش أنه أرسم على الورق وورق الباترون وبعدين وراها أبدي أطلع القالب على القماش أنفذه بعدها أجرب يعني تصنيع قطعة القماش وأعدل عليها إلى أن تجهز القطعة اللي تسمى مسطرة هي كديزاين مسطرة يعني تكون قطعة يعتمد عليها بس نعتمد بالدرجة الأولى على سحب القالب اللي هو بورق الباترون لأن نعتمد نصنع كذا قطع عليه هاي يعني التصاميم اللي أصنعها هاي قطع سواري للمناسبة طبعا كلها تحمل زي شرقي لأنه تناسب أذواقنا ولبسنا هاي ثلاث قطع عباءة وفستان مثلا هاي قطعة ثانية يشبه الزي المغربي دمج بين الزي المغربي والصاية العراقية وهاي قطعة ثالثة أيضا يعني أيضا فستان وعباءة نفس الفكرة أنه سواري للمناسبات أو الحفلات البسيطة العائلية التجمعات هاي عباءة تراثية تحمل زينة التراثي تقريبا يعني أنا بتصنيع تصميم الموديلات أستخدم يعني مختلف الأقمشة منها الشيفون والأورغنزة والكيبورات والمشغولة مشغولة بالشك والإكسسوار وقسم سادة تكون هو موديلها يكون بقماشها مثل هذه القطعة تقريبا وقسم لا تكون مشغولة بالبولك والنمنم مشغولة شغل يدوي طبعا هسه المعامل الصنع قطع جاهزة بس ننسقها بشكل أنيق ونستخدم يعني مختلف الأقمشة الثقيلة منها والترفة والحرير هاي بالنسبة تقريبا يشبه الزي الفلسطيني مقارب إله طبعا دمج هاي شغل يدوي وهاي أطقم مناسبات هذا ثقيل صوف قماش صوف ومشغول بالاكسسوارات المختلفة يعني هذه تشبه الزي المغربي القفطان بس يعني بديزاين أحدث تقريبا اللي هو يعني حديث تقريبا مدخلين باكسسوار لامع حديث اللي هسه السمة اللي يعني بارزة عندنا كليته يعني مشغول شغل حديث هاي العباءة العراقية اللي تلبسها السيدة بكل أثناء العمل اليومي وبالنهار وبالمشاوير قطعة أيضا يعني تصميم وقماش كلش ترف يكون وكثير من القطع من عندها الأطقم كوستمات وقسم بدلات وألبسة مناسبات وسهرة الفنانة التشكيلية خولة علوان شاركت بمعرض حلال اكسبو ويا الجالية العراقية بقيادة الدكتورة زينة وشغلي عبارة عن رسم على الزجاج اخذ الفناجين سادة واني ارسمها تعلمت هاي الشغلة من خلال عملي اني كنت اشتغل بالعراق خزافة جيت هنا شوية صعبة تكلفة الافران والزجاج مكلف فحولت على الرسم على الزجاج والحمد لله وأنا من 2018 أشتغل بهاي الشغلة والحمد لله والشكر يعني إلها إقبال وإلها ترويج وكل شيء ماشي شغلها البغداديات التراث العراقي القديم البغداديات الشناشيل الشغلات التراثية
يعني مثلا وهذا اني شغلات السبع عيون والعين والمعرف شنو هذا اني كلها اكثر شيء هاي اللي تمشي عندنا اللي نرسمها ومتجسدة من خلال عملي. يعني فنجان قهوة انه انا اشتري سيت كامل واخلي عليه كلفة المواد الالوان، الالوان طبعا هنا أنا مشكلة لانه ما موجودة الالوان الجيدة نستوردها من العراق فشوية تصير مكلفة، ورغم انه مكلفة هم ارخص هنا أنا من العراق. مثلا عندنا هذا الطبق ابدأ به بالمحدد بالتحديد الاطار الذهبي، احدد انتظر يجف خلال يوم، ثاني يوم ابدي الون، بعد ان يجف التلوين ابدي انطي الاكسسوارات، ورا الاكسسوارات يصير جاهز للبيع. وعندك مثلا كل هذا الشغل، هذا الاستكان نفس الشيء، نحدد بالمحدد كونتور، نحدد بالمحدد بعدين نلون بالالوان الى ان يجف، نخلي الاكسسوارات وان شاء الله يكون جاهز للبيع. قوري الشاي، القوري العراقي هذا طبعا ينحط على النار وما عليه شيء الزجاج، الوانه تصير ثابته بالعكس اكثر لانه هو اصلا حراري، الصبغ حراري. نرسمه نحدده، خلي عباره عن شناشيل عن بغداديات، تراثنا يعني هو تراثنا العراقي، فكله اللي نرسمه تراث عراقي قديم، الشناشيل البغداديات المحجرات كلها هذه نرسمه وينحط على النار، وممكن ان يستخدم باي وقت على النار على اللمبه على الدفايه ممكن ان يوضع. اسمي بشار عصام، مشاركتي هي تمور محشية بالمكسرات ومغطاة بالشوكولاتة. الاسم يعني مال الماركة اللي نشتغل بها تشيكو هورما، حاليا نشتغل بالبيت فقط توصيل. عندنا الأنواع، عندي حاليا 8 أنواع، نوع بالجوز واللوز والفستق والبندق والكاجو، وثلاث أنواع مختلفة طبعا عن المكسرات اللي هي القهوة واللوتس والقهوة واللوتس والسمسم الطحينية. فجمعة القهوة واللوتس والطحينية، الطحينية يعني هي سمسم ونكهتها تكون قريبة أخذتها يعني الفكرة من الراشي والدبس. وأما القهوة لا، هي يعني التمر ويا القهوة جدا نكهة متضاربة، يعني أنه الحلو والمر فيكون نكهة جدا طيبة، ويعني من خلال ممارستي جدا مرغوبة هذا النوع. اختارت ان انواع التمور تكون شوية كبيرة حتى يعني تكون محشاة اكثر يعني كمية، والشوكولا هي بلجيكية طبعا طعمها كلش طيب وطبيعية، يعني زبدة كاكاو طبيعية مو كومباوند، لانه الكومباوند تكون مصنعة وغير صحية، فالمكونات يعني على بعضها كلها على بعضها هي نباتية وصحية بنفس الوقت، تفيد يعني الطلاب، تفيد حتى احنا كناس يعني بصورة عامة تفيدنا كنظام صحي، يعني احنا نتبعه فناخذ من هاي السناكات، سناك يعتبر. حاليا احنا نشتغل باسطنبول يعني توصيلنا وتركيا، وان شاء الله بعد يعني فترة نطوره على العراق وغير دول، وافتح اكيد محل هنا أنا. وبالنسبة لأنه صار لي شقد أشتغل، صار لي تقريبا من بداية السنة 2021 بلشت أخطط للموضوع وأجرب الوصفات والنكهات إلى أن، ودراسة طبعا لأنه الشوكولات جدا يحتاج إلى دراسة، إلى أن قبل شهر أنا بلشت أعلنت عن الشغل ماتي وانطلقت به، وهسه حاليا هاي أول مرة أشارك بهذا المعرض، ويعني كلش فرحانة أنه راح يعني تعرفت على الناس هواية، وشغلي يعني شفت عليه اقبال كلش هواي، وخصوصا يعني الناس الاتراك والعرب هنا جنسيات مختلفه وكلهم اقبلوا عليه بنفس الاقبال. تمر بالجوز عندنا من تمر اللي هي تابعه تشيكو هورما، تشيكو هورما يعني هي شوكولاتة مع هورما اللي هي التمور. الجوز مكون الحشوه مالته من قناش مع جوز مطحون محشي هذا التمر، ومغلف بالشوكولا، الشوكولا اللي هي مع زبدة الشوكولا الطبيعية.
عندنا هنا بالتزيين الجوز خليله رذاذ ذهبي غذائي يعني وصحي، وبعدين أركبه على التمرة أثناء التحضير. النوع الثاني اللي هو اللوز، اللوز الحشوة همات نفس الشيء، اللوز مطحون وشوية قناش على مود يتماسك، والتمور أخليه داخل التمر وبعدين أغلفه بالشوكولا وأخلي همات اللوز عليه رذاذ لونه بني هم صحي. النوع الثالث اللي هو الفستق، النوع الفستق مكون أيضا من حشوة فستق مطحون مع شوية قناش وداخل التمرة وبعدين مغطى بالشوكولا وفوق ثلاث حبايات فستق. عندنا النوع الرابع اللي هو البندق، البندق همات الحشوة عبارة عن بندق مطحون مع شوية قناش حتى يتماسك وداخل التمر ومغلفة بالشوكولا، والبندق عندي هنا حطيت للرذاذ اللون الفضي حتى يتميز. والنوع الخامس، النوع الخامس اللي هو اللوتس، اللوتس طبعا من البسكت، نوع بسكت هو اسمه لوتس، جدا مرغوب، مغلف بالشوكولا الأبيض، التمرة مغلفة بالشوكولا الأبيض وبداخل التمرة عندي زبدة اللوتس، والتزيين هو بسكت اللوتس المطحون. فراح أضيف نكهات ثانية وحسب رغبة الناس يعني شنو الأكثر يحبوا أبقى أطور به. مشاركتي اليوم هي مو مشاركتي، مشاركة ابني. أنا ابني من ذوي الاحتياجات الخاصة مع يعني عنده اضطراب طيف التوحد وما إلى يعني بالتعليم، يعني وقف إلى حد معين وقف عند التعليم، فمثلي مثل أي أم أو أب إنه أو أي أهل بسرعة ما إنه هذا الطفل شنو مصيره إذا ما يدرس. فبالصدفة اكتشفت إنه عنده حب لصناعة الحلويات وبلشنا كهواية كتسلية إنه خليه يتسلى ويلعب ويلتي، خاصة الفترات اللي جلسنا فيها قعدنا فيها بالبيت بكورونا، واكتشفت عنده هذه الموهبة وعنده هاي المقدرة، يعني عنده القدرة على استخدام قوالب، عنده قدرة على حفظ الوصفات، وهو أصلاً يعني يحب الكيك وخاصة نكهة الشوكولات بأي حلويات. فدخلت من هالمدخل وعلمت هذه الصنعة ولازلت أعلم فيه ولازلت أدفع وأشجع بالمشاركة بأي بزارة أو أي معرض يعني، والحمد لله هو الآن عنده جمهوره وبدأ ينجح في هذا العمل، وإن شاء الله يا رب يعني الله يكرمه ويكرم كل الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد أو ذوي احتياجات خاصة. بلشنا هي فكرة الموقع ماله أساسا يعني هو كوكيز باي محمد، بدينا من الكوكيز يعني احنا كسهل انه يستخدم القوالب، هو عنده قدرة استخدام القالب. بلشنا كوكيز، شفته صار يتفاعل معايا بسرعة، حولته فورا على الكيك، حولته على الكليتشة دونات، وكل ما جانا نطور ايش قد ما اقدر يعني بهذا المجال. والله انا اساسا عندي ادوات كيك بالبيت كهوايتي، يعني انا احب اسوي كيك بالبيت، فهو بالبداية بلش انه يشوف الادوات يعرفها، يعني الادوات مو غريبة عليه، بس شفته انه بدا يطيب هذا المجال وبدا يتعاطى وياي وبدا يتدرب، صرت اجيب له قوالب خاصه مع عجينه السكر، الاشياء اللي تساعده وتسهل عليه قد ما اقدر، ولليوم انا يعني ازوده بهذه الاشياء. تحديات طبعا كبيره اكيد، منها مشاكل التوحد نفسها، سمات التوحد نفسها انا يعني اواجهها احيانا، مثلا ما اضغط عليه انظم وقته، طبعا هو يراجع او يتابع مع مركز خاص بالتوحد، ودائما اي مشكله تصير عندي ارجع للاخصائيين واسالهم ويساعدوني. اسمي محمد سيف، عمري 15 سنه، في توحد ببغداد، اسوي كيتش وكيك كوكيز ودوناتس وشوكليت، وعندي صفحه انستغرام ويوتيوب، تابعوني ودعموني، وكوكيز باي محمد شكرا لكم. ايش اسمك؟ حسن. ايه حسن، انت ايش قد عمرك؟ عشان. ما شاء الله. عندك انستغرام؟ عندي. شو تسوي بي؟ صور.
دكتورة منى اللحام، رئيسة اتحاد المرأة العربية في تركيا ورئيسة لجمعية شمس المرأة والطفل في تركيا. احنا للمرة الثانية باسم الاتحاد المرأة العربية بنشارك في حلال اكسبو. شاركنا في الماضي اللي هو الرقم الثامن، والآن احنا في اكسبو حلال التاسع. شاركنا، كان عندنا مشاركات متعددة ومختلفة من كافة الجاليات، تقريبا شاركوا معنا في هذا العام 9 جاليات عربية، شاركوا بمنتجاتهم، طبعا رائدات أعمال وصاحبات مشاريع منزلية. مشاريعهم كانت مختلفة، كلها هاند ميد، المشاريع مختلفة ما بين خياطة، ما بين أشغال يدوية، ما بين تطريز، هذه كأعمال تقليدية للمرأة العربية. لكن أيضا في عندنا مشاركات لأعمال معاصرة، مثلا فن الأموغرامي، صناعة ألعاب الأموغرامي، صناعة ألعاب الولدوف، صناعة الشمع، في عنا أفعال الرزن وأعمال الرزن، وهناك أعمال كتيرة قاعدة عم بتقدمها المرأة العربية هون في مشاريعنا الصغيرة، يعني أعمال تقليدية لكن بروح عصرية. طبعا كان لنا مساحات واسعة، وإحنا بدورنا في قناة الرافدين بنشكر طبعا البث من بنشكر القائمين على إكسبو حلال إنه قدموا لنا هذا المجال، والحكومة التركية قدمت لنا مجال المشاركة في المعارض الدولية. هذا ليس المعرض الأول، شاركنا في معرض الكتاب، شاركنا في معارض دولية، كان لنا تقريبا ما يقارب 35 سكشن. الآن في المعرض الحالي مشاركة لسيدات الأعمال ورائدات الأعمال وصاحبات المشاريع المنزلية. أهلا وسهلا فيكم، أنا اسمي صفاء مجلي من اليمن، وأنا أمثل مجموعة صديقاتي هنا مشاركين من اليمن تبع اتحاد الجاليات العربية. إحنا هنا نمثل اليمن والتراث اليمني والمنتجات اليمنية. عندنا كمان قسم خاص بالمأكولات، فهذه تجربة جدا رائعة هنا في حلال إكسبو. مثلا صابون جلسرين طبيعي، هذا مشروعي اللي أنا مشاركة فيه. كمان معنا صديقتنا إلهام، عندها مشغولات يدوية كلها، طبعا كل منتجاتنا اللي شاركنا فيها صناعة يدوية. كمان أشواق عندها كل التراث اليمني، سواء بيع أو إيجار أو هنا في بلاد المهجر، عندها كل شيء خاص باليمن وبالتراث اليمني. مثلا اللبس اليمني، الزي اليمني، البخور، العطور اليمنية، أي شيء خاص باليمن تلاقيه عندها. بدأت مشروعي والله فكرة، كأني أبحث عن مشروع. أنا أساساً مدربة تنمية بشرية، مستشار أسري، فمشروعي بدأ بأني أدور فكرة، زي ما يقول أحمد الشقيري، هواية تبحث تجلب لك المال، وهواية تجلب لك السعادة، وهواية تجلب لك الصحة، فلقيت في الصابون الثلاث الهوايات. فبدأت في المشروع والحمد لله ناجح. كمان عندنا صديقتنا عايشة، عندها مشغولات يدوية، هدايا، الرسم على الزجاج، الرسم على الأكواب، معها مشغولات جدا رائعة، توزيعات، أشياء جدا رائعة. معنا أخونا صلاح الدين مشارك معنا كمان بالفوانيس، فوانيس جدا جميلة ورائعة ونادرة هنا في اسطنبول. بالنسبة للأشواق عندها مشروع سجاف. احنا في اليمن عندنا لما يكون في العروسة الكوشة احنا نسميها سجاف، لما يكون يوم الحنة او مثلا النفاس الوالدة نسوي لها حاجة اسمها سجاف، بتكون بهذا الالوان، بالتراث اليمني، بالمصون، هذه اسمها ستارة، هذا العصبة اليمنية. فهذه الاشياء هنا نادرة، ما بنلقاها الا عند شو. بالنسبة لمشروعي اسمه صافي صوب، صابون صافي. عندي مجموعة من الصابونيات، من المقشرات الطبيعية للبشرة، عندي صوابين علاجية وصوابين عطرية، مثلا صابون الحليب والعسل، صابون الكركم، صابون بالنيلة المغربية، صابون بالفحم النشط لحب الشباب، صابون بزبدة الشيا، بروائح، برائحة الفل، برائحة العود، برائحة البخور اليمني. فعندي أشياء كثيرة وممتازة والحمد لله لاقت رواج ولاقت رضا جدا كبير من المستخدمين للمنتج. هذه صابونيات تستخدم بعد التقشير أو الحمام المغربي، تستخدم كخلطة أو كماسك للجسم كامل لمدة 20 دقيقة، بتساعد على تفتيح البشرة وعلى النضارة وعلى إزالة المشاكل الموجودة بالبشرة والتنعيم.
اولا نرحب بقناة الرافدين في معرض حلال اكسبو. انا بالنسبه لمشاركتي نقل الهويه اليمنيه في ارض اسطنبول يعني في تركيا. منتجاتي عباره عن اللبس اليمني يعني بانواعه اللي هي لبس العرسان والعرائس بالهويه اليمنيه او بالتراث اليمني، وكذلك العبايات اليمنيه، وقسم اخر هو البخور والمخمريات والعطور بانواعها وكل ما يتعلق بالهويه اليمنيه من لبس او ثقافه يعني طيب او اي شيء متعلق بالهويه اليمنيه او بالتراث اليمني. طيب نبدا بهذه اللي تسمى في اليمن العصبه الصنعانيه، وتضع للوالده او النفاس، تضع للنفاس عند يعني في يوم حفله او يوم الاربعين. وهذه دار باب اليمن، الهويه اليمنيه باب اليمن. هذه مباخر يحط فيها البخور لتبخير المنزل. هذه الجنبية، الجنبية اليمنية معروفة يعني. وهذا عطر، عطر المسك. هذا عطر الفل المشهور العدني، العطر، عطر الفل. هذه مخمريات عرائسي، مخمريات الشعر تحط له في الشعر. هذا ما يسمى في اليمن لبن العصفور، وهو كريم، كريم الجسم يعني معطر. البخور العرائسي العدني لهذه الأشكال أو تقلف يعني يسمى القرص، البخور العرائسي. وهذه أنواع البخور، منها المعمول، المبسوس، العود المعتق. وهذه الأكسسوارات اليمنية بأنواعها يعني أنواع وأشكال متعددة. هذه تسمى الستارة اليمنية، هذه جرامات بالطير الجمهوري. هذه الستارة اليمنية يعني معروفة في اليمن، كانت ترتديه النساء سابقا يعني منذ الأزل، ترتديها كلحاف يعني تحطها فوقها كسترة. وهذه تسمى المصون، وهذه ستارة. هذا كل ما عندنا يعني. العطور والطين متعدد في اليمن يعني أشكال عديدة ومتنوعة. اسمي هويدا علوان، اشتركت هون بهذا المعرض عن طريق النت، يعني شفت انه في معرض وبعثت تواصلت معهم والحمد لله شاركوني. اشتركت بشغلي بالريزين، بكسي ريزين، يعني هو هي الشغلة اللي شاركت فيها. هو الريزين عبارة عن مادة سائلة وبيكون معه مادة مصلبة، بخلطهم مع بعض وبشكل فيهم على قوالب، او قوالب انا بصنعها وقوالب جاهزة. بلشت انا عن طريق ان هون تعلمت بمجال الخشب والرسم يعني بالاول بلشت التعليم، بعدين صارت حبيت الريزي لما سمعت عنه. سجلت بالاول دورة ودورت على تعليمه على اليوتيوب عن طريق البرامج اليوتيوب، تعلمت عن الريزين وفهمت منه عنه اكثر، حبيته اكثر من شغلي ودراستي بالخشب، فتحولت من الخشب للريزين وصرت اشتغل فيه. والريزن هو عبارة عن مادة سائلة ومصلب، بخلطهم مع بعض بنسب طبعا محددة وبشكله أنا على مثل ما أنا بدي. يعني في قوالب أنا بعملهم أو قوالب بتكون جاهزة، بصبه وبلونه وشكله بالأشكال اللي أنا بدي إياها، بطول 24 ساعة لينشف وطالع من القالب وأقدر استعمله لأي شيء بدي إياه. بعمله يعني بشكل عام الشغلات اللي بتلزم للبيت، هو قوالي منزلية، كوسترات تبع صحون أو صحون تقديم، صواني، لوحات، ساعات، هيك يعني ما عملت شيء خاص لبلدي أو هيك يعني. هذا شغلي من الريزن، صحن تقديم للحلويات أو الفواكه أو الموالح. طبعا خلطت المادتين مع بعض، الريزن مع نسبة المصلب، وصبيته بالقالب مع الألوان
طبعا لون الزهر ذهبي وابيض، وبعدين نحط له ورق ذهب ونثبت عليه الاحجار والاجرين من تحت بعد ما بينتهي. هاي صينيه مشان الخطوبه، بتصير عليها اسم العروسين والكوسترات مشان التقديم المحابس. كمان حطيت لها ورد صناعي ولولو المسكات ثبتتهم عليها. هذا طقم حمام كمان نفس الشيء على القالب صبيناه وحطيت له الاكسسوارات تبعيته. هاي ساعة من الريزين كمان شغلي، حطيتها هي هو القالب هيك رسمته، حطيت الريزين ولونته وصبيته فيها. بعد ما طالعتها ركبنا للعقارب والساعة والأحجار زيناها فيها. إسراء حلمي، مشروع إضافة 3D printing للطباعة ثلاثية الأبعاد. بنصمم، بنبدأ المشروع من الصفر من حيث التصميم، التصميم المنتج، وبننفذه بالماكينة. مشروع من البيت ولكن بياخد جهد ويعني ووقت كمان، بس بنطلع منتج فريد من نوعه نقدر ننفذ بيه حاجات بالأسماء، حاجات زي ما العميل محتاج كلمات معينة تنفع لي ديكور، دعاية، هدية. تمام، عندنا منتجات مختلفة كتير، في منها مثلا الأعلام بأكتر من شكل، أعلام الدول، دبابيس، في حاجات ميداليات كتير أكتر من تصميم وشكل. في منتج ممكن يقبل شكل وصورة، الصور الشخصية كمان ممكن بإضافة الضوء ليها. موظفينها برضو لستاندات الموبايل بأكتر من شكل، في حاجات مجرد بس ديكور، في صيص زرع، ديكورات للمكتب، ألعاب ذكاء، وده يعتبر أكتر منتج إحنا فخورين بيه إنه إحنا بنستبدل ضياع الوقت للموبايلات، ضياع الوقت في الموبايلات وكده، إن إحنا بنستبدل الوقت ده في حاجة مفيدة نفعة وتشغيل الذكاء سواء للأطفال أو للكبار إحنا كمان. كمان في حاجات تنفع للأطفال، والخامة اللي إحنا بنستعملها خامة بلاستيك، ولكن بلاستيك صحي مصنوع من نشا الذرة، فهو آمن جدا للأطفال. حتى كوبايات الشرب إحنا عاملين منها للطفلي أنا مخصوص نستعملها يعني بالفعل. في حاجات تعليمية، تعليم الرياضة، نتحرك، بنحرك بإيدينا ونعمل عمليات حسابية. في حاجات بالشمع تنفع للبنات طبعا بيحبوا الحاجات دي، حاجات رياضية، بوكسات، تعليم الأطفال يتحكم بإيده كويس أو يعرف الأحجام وكده. في ديكورات، حاجات العربية، طبعا احنا بنبقى حريصين ان احنا في الغربة وكده ان احنا نتميز باللمسة الإسلامية واللمسة العربية، فحاجات فيها ديكورات العربي، ونادر جدا ما نلاقي حد بيعمل حاجات فيها اللغة العربية بأكتر من شكل وأكتر من نوع خط وكده، وبقدر أنفذها زي ما العميل بيطلب بالضبط. يعني قبة الصخرة ده برواز ينفع يتلزق بالدبل الفيس أو يتعلق على حسب ما العميل متوفر عنده، بقدر أغير في الكتابة عادي، في الرسمة. إحنا الصراحة يعني حابين، عندنا منتجات خاصة بالأقصى من ميداليات ودبابيس وحنظلة ومفتاح الدار وعلاقات مفاتيح للقدس والأقصى، يعني حتى في مجسمات كاملة للمسجد القبلي بكامل التفاصيل الدقيقة بتاعته. في كمان مجسم لقبة الصخرة عشان أصلاً الأطفال تعرف إن هي تفرق ما بين قبة الصخرة وما بين المسجد القبلي. وفي مشروع كبير إن إحنا بننفذ المسجد الأقصى الكامل بالمعالم بتاعته، حوالي 130 معلم، المآذن والمحارب والمصاطب والبئر والحاجات دي، كبير مجسم على قد طاولة بأكتر من قطعة، بحيث يعني إيه الناس عارفة إن هو المسجد الأقصى تبقى يجي عند قبة الصخرة وخلاص. بالنسبة لمشاركتي يعني بالنسبة للمعرض الدولي هاي الرابعة إن شاء الله،
أنا اختصاصي حقائب يدوية، فأصنعها من الصفر يعني هاند ميد 100%. فمثل ما تشوف عندي هاي النماذج، أو أنا موديلاتي ما تتكرر، يعني هو نموذج واحد وخلاص ما كرره، يعني حتى يكون شيء سبيشال ومميز. والله هنا العرب عندهم شيء خاص بهم، يعني ما تقدر مثلا يحبون يا الأسود يعني أي شيء لون طاف، بس أنا أحب أنوع، فدخلت عادي العراقي على أجنبي، أحب أنوع. مثل ما أشوف النماذج مالي بتنوع، ما عندي ديزاين واحد، يعني أقدر، أو مثلا إذا يوصوني مثلا إحنا نريد كذا كذا، أقدر رأسا أسوي التصميم وأخيط وأعطيهم إياه. يعني أحب أعرفكم على شغلي، عندنا هاي تعتبر بغداديات، هاي الرسم للأخت فاطمة، والتنفيذ كله آني، هذا أيضا هذا ممكن بالصيف بالربيع على البحر سفرات أي شيء ممكن إنه تشيل السيدة، هذا كذلك هذا كلش حلو طبعا، يعني عاجبني. أو دخلت بالخيش الكروشيه، هذا هم حلو كلش مرغوب، هذا الديزاين حبه تنفيذ مالي، هذا يعني يليق للسيدات وللآنسات وحتى للأطفال. عندي هذا الديزاين همينه كلش حلو عجبني. طبعا أنا شغلي يعتبر جدا عملي وصديق للبيئة. كيف؟ أولا أستعمل القماش، هذا القماش يتحملين الغسل، يعني همين صحي وعملي بنفس الوقت وصديق للبيئة، وأي سيدة تقدر تستفاد من هذا الشيء، يعني مو يوم يومين وخلاص راحت الزنطة نبت، لا بالعكس. وأني هواية زبوناتي يمدحوني بشغلي، لا مو على مودي أنا أشتغل، لا بالعكس يجون حتى يأخذوا مني طلبات، يقدروا يجيبوا لي أريد كذا أريد كذا، فالحمد لله والشكر عندي سمعة طيبة بالشغل وشغلي ماشي والحمد لله والشكر. ومثل ما تشوفون هذا شغلي، إن شاء الله يعجبكم يا ربي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.